مجدد ترحيب الأستاذ مصطفى أوزجان من إسطنبول. أستاذ مصطفى، اليوم بدأت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعد الأهم في تاريخ تركيا. برأيك من أين تأتي أهمية هذه الانتخابات؟ كما قيل ويقال أن تركيا ستنتقل طبعا بهذا اليوم الفاصل أصلا في تاريخ تركيا حديث من النظام القديم إلى النظام الجديد. النظام الجديد عبارة عن نظام رئاسي، طبعا سيكون هناك صلاحيات الرئيس أقوى من ذي قبل. كان سابقا النظام في تركيا نظام رئاسة الوزراء، كان رئاسة الجمهورية بمثابة رمزية، ولكن اليوم طبعا تغيب رئاسة الوزراء عن مشهد التركي. بدلا من ذلك الرئيس الجمهور رجب الرئيس يكون منفذ الرئيسي للسلطات في حكم تركيا. إذن نعم، تركيا بهذا اليوم الفاصل في تاريخها تنتقل من النظام القديم إلى النظام الجديد. هذا هو الذي يميز هذا اليوم ويميز هذه الانتخابات. إذن انتخابات مهمة بالنسبة لتركيا، تفصل ما بين مستقبلها وماضيها. إذن هناك نظامان، نظام قديم ونظام جديد. اليوم ستشهد تركيا نظاما جديدا، لذلك تقترع الشعب التركي على هذا النظام الجديد. نعم أستاذ مصطفى، كيف ترى الإقبال الجماهيري وفق المصادر الرسمية والصحفية التركية؟ نعم، هناك إقبال شديد. كان من المنتظر أو المتوقع أن يكون هذا الإقبال، حتى كانت المؤشرات الأولية فاقتراحات الأولية أن تصل طبعا مشاركة فعلية من الشعب التركي إلى حيث 85%، ربما يفوق ذلك. إذن هناك كان توقع، وأيضا اليوم طبعا وفود أو توافد الشعب التركي يدل على أن هناك مشاركة عالية جدا، ولا يمكن أن قياسها بما يشهدها طبعا أقطار تشهدها أقطار أوروبية وغير الأوروبية المتمدنة وغير المتمدنة، يعني لا في الشرق الأوسط ولا في أوروبا ولا في أمريكا هذه المشاركة الفعالة، لا توجد هذه المشاركة فعالة كما تشهدها اليوم في تركيا. نعم، الاستعدادات الأمنية في هذه الانتخابات كيف تراها؟ نعم، أهمية الاستعدادات الأمنية في هذه الانتخابات. يعني طبعا الأمن المستتب أصلا في أنحاء تركيا، ليس هناك أي توقع أن يحدث طبعا البلبلة أو أحداث الشغب، ولكن ترى بعض الأشياء، بعض الحوادث غير المهمة في جنوب تركيا. سورج، في مدينة سورج مثلا تم تصفيت بالجملة هناك لصالح لبعض طبعا جهات أو بعض المرشحين، ولكن هذه الحوادث مخلة بالأمن قليلة جدا بالنسبة لتركيا. تركيا بلد كبير جدا، يمكن أن يحدث مثل هذه الحوادث في بعض فروعها أو في بعض الأماكن لتركيا، ولكن المحدودة كما ذكرت. إذن الأمن مستتب، لا يشوبها أي شاعبة، وطبعا الانتخابات نزيهة منذ 7 عقود في تركيا يشهدها القاصي والداني ذلك. نعم أستاذ مصطفى أوزجان، يعني الحكومة التركية سمحت بمراقبة هذه الانتخابات، هل هذه المرة الأولى التي يسمح فيها لمراقبين دوليين لمراقبة انتخابات تركية؟ لا، دائما تركيا طبعا عضو في المحافل الدولية، ليس فقط في حلف الشمال الأطلسي وغيرها، ولكن تركيا طبعا عضو فعال في كثير من المحافل الدولية، لذلك هم مدعوون أصلا لمراقبة طبعا إجراء انتخابات تشريعية وغير التشريعية رئاسية. سابقا أيضا كانت هناك حشود من المراقبين جاءوا لمتابعة شأن انتخابات في تركيا، وكلهم صدقوا أن هناك نزاهة كاملة وطامة في إجراء الانتخابات في تركيا حقيقة. فقط في أحد اسمه تنوني في
قبل الخمسينات من القرن المنصرم حدث هناك فقط تزويرات في الانتخابات. ما عدا ذلك منذ 7 عقود لم تشهد تركيا إلا بأشياء بسيطة ربما هنا وهناك بعض التزويرات، ولكن لا تؤثر بشكل إجمالي على الانتخابات، على عموم الانتخابات، على عموم الانتخابات لا يعني. إذن ليس هناك كما قلت تذويرات في تاريخ تركيا الحديث، والمراقبون كلهم شهدوا ذلك ويشهدون في المحافل الدولية كذلك. نعم، هل هناك مخاوف برأيك من يعني شكوك بعدم نزاهة هؤلاء المراقبين؟ لا أعتقد ذلك، ولكن بالنسبة للمعارضين هم إنما ينهزمون إنما يكون هناك هزيمة مثلا في الانتخابات. الطرف المنهزم دائما يدعي أن هناك تزويرات في الانتخابات. سابقا كمال كليشترولو طبعا أدعى أن هناك بعض التزويرات، ولكن لم يستطيع أن يثبت طبعا ما أدعاه أمام المحاكم أو أمام اللجنة العليا للانتخابات وما إلى ذلك. ربما يحدث ذلك، تكرر ذلك من حزب الشعب الجمهوري وغيره يطعنون في نتائج الانتخابات أو في نزاهة الانتخابات، ولكن المراقبون إذا كانت هناك حقيقة بعض التجاوزات أو بعض التزويرات على سبيل المثال وهم يشيرون إلى ذلك يمكن تصحيح ذلك، ولكن كما ذكرت لم تشهد تركيا سابقا مثل هذه التزويرات. وتركيا دائما تجري الانتخابات بنزاهة كاملة، هذا على مشهد مسمع وعلى مسمع ومشهد الناس. إذن فقط يتبقى هذه الإدعاءات في طي الإدعاءات فقط. نعم أستاذ مصطفى، يعني كيف تقرأ إظهار الإعلام الغربي للانتخابات التركية؟ هناك من يتحدث عن تحيز واضح في تناوله لهذه الانتخابات. لا طبعا ليس هذا مخصوص بالنسبة للانتخابات الحالية الراهنة، ولكن منذ 2009 وما ذات في السنوات الأخيرة هناك اتهام، هناك تطاول على رئيس الوزراء سابقا رئيس الجمهورية حاليا، يشبهونه بسلطان سليم الثالث أو عبد الحميد الثاني وما إلى ذلك، يكرهون شخصية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. لذلك نحن نشهد هناك أخبار، كمية من الأخبار، أخبار هائلة تتعلق بتركيا بشخصية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. هم يبالغون فيه، يتهمونه بأنه رجل ينفرد بالحكم، ينفرد بالسلطة وما إلى ذلك. لذلك كم كبير من الأخبار يصدر في الصحف الغربية طبعا يتناول قضية الانتخابات، يتناول أيضا شخصية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وصلاحياته عندما طبعا يحصل على الأغلبية يمكنه لإدارة سدة الحكم في تركيا في الولاية الجديدة. أستاذ مصطفى، تقريبا مضى على بدء صناديق الاقتراع في المدن التركية نحو 8 ساعات. اليوم الرئيس التركي أدلى بصوته في منطقة أسكودار في إسطنبول وقال بأنه يتمنى أن تكون تركيا في المرحلة المقبلة أكثر تطوراً وأن لا تتعرض لعقبات. برأيك مما يتخوف الرئيس التركي وماذا يقصد بهذه العقبات؟ ربما يحدث هناك بعض العقبات خارجيا داخليا مثلا على سبيل المثال لو أحرزت المعارضة التقدم
في الانتخابات الرئاسية وغير الرئاسية ليس لديهم بوصلة أصلا، ليس لديهم جاهزية لإدارة البلاد أو إدارة تركيا. محرمين يعني لبق وطليق اللسان، ربما يحرز بعض التقدم في الانتخابات على سبيل المثال، ولكن إدارة البلاد يحتاج إلى حنكة، يحتاج إلى تجارب وغير ذلك، وأيضا رؤية سليمة في المئوية، ولكن ليس لديهم رؤية سليمة، وأيضا مشتتون. لو مثلا على المعارضة حصل على الأغلبية في البرلمان ماذا ينفعهم؟ لا ينفعهم شيئا، على أساس هم مشتتون، لا يستطيعون أن يتوحدوا على صعيد واحد لترسيم سياسة معينة لتركيا ولمستقبل تركيا. إذن يعني هذا التشتت بالنسبة للمعارضة يؤدي إلى الفشل في إدارة البلاد، إدارة تركيا مستقبلا. إذن هناك خطر داخلي منبعث عن طبعا وصول المعارضة إلى الحكم، أو كسبهم المعركة الانتخابية على سبيل المثال. هذا ليس محتمل، ولكن لو يحتمل مثلا هم أحرزوا تقدما وأصبحوا مؤهلين لتسيير البلاد، ولكن هم لا يستطيعون أصلا، ليسوا جاهزين، ليس مستعدين لإدارة البلاد. بالنسبة للخارج هناك متربصون بالنسبة لتركيا هنا وهناك في الآونات الأخيرة، كما ذكرنا عن مواقف دول الغربية خاصة دول الاتحاد الأوروبي، هم ينظرون إلى تركيا بشكل سلبي. لماذا؟ لأنهم يكرهون تعاظم دور تركيا، ليس فقط تعاظم شخصية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ولكن هم يعني من خلال طبعا زعامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان هم يكرهون تعظم تركيا، أن يتولى تركيا، أن يكون لتركيا دورا ما في الشرق الأوسط. إذن بعد تأسيس الجمهورية وانهيار الدولة العثمانية رسم سياسة الغربية على أن تكون تركيا بعيدة عن الشرق الأوسط، عن التأثير فيها. عندما تركيا ترجع إلى الشرق الأوسط هذا يعني يناقصهم، ولا يحبون أن تتضلع تركيا بدور أكبر في الشرق الأوسط ولا في محيطها. هذا ما قصده على ما يبدو رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. نعم. ما هي الفوائد التي ستعود على الشعب التركي من التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي؟ طبعا هناك بعض الفوائد العملية. ما هي الفوائد العملية؟ أولا طبعا تسريع اتخاذ قرار اللازم. مثلا هناك تطورات كثيرة في الشرق الأوسط مما يستلزم أصلا اتخاذ قرار سريع، هذا ما لا يمكنه في ظل مثلا إدارة رئاسة الوزراء أو نظام رئاسة الوزراء، لأن الصلاحيات موزعة بين المجلس وبين رئاسة الوزراء وبين رئيس الجمهورية، وهذا يتطلب أن يتوحدوا فيما بينهم ويتخذوا قرارا، ولكن هذا لا يمكن أن يكون سريعا، لأن يحتاج للمناقشات، يحتاج لتناول هذه القضايا فيما بينهم، ولكن إنما يكون هنا صلاحيات في يد شخصية كاريزمية أو شخصية معينة، في هذه الحالة يتم بالسهولة اتخاذ قرار معين تجاه القضايا الساخنة. هذا ربما استلزمت هذه الأمور استلزمت طبعا إحداث النظام الجديد، نظام الرئاسي. ليس فقط رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان هو الذي أصلا أراد ذلك، قبل ذلك سليمان ديميرال، تركو دزال وغيرهم كلهم تمنوا وتغنوا بأن تصبح تركيا أو تصبح نظام تركي نظام رئاسي بدلا من نظام رئاسة الوزراء. أستاذ مصطفى، إذا يعني سارت تركيا نحو النظام الرئاسي وبعد هذه الانتخابات لهذا اليوم، كيف سينعكس ذلك التطور والتنقل من النظام البرلماني إلى الرئاسي على الوضع الإقليمي؟ على الوضع الإقليمي
يعني أنا يعني لا أرى أن سيكون هناك تغييرات جذرية بالنسبة للوضع الإقليمي، ربما إذا كانت هذا النظام ناجحا ربما يقتبس أيضا من الأنظمة الإقليمية، ولكن بالنسبة لممارسة سياسية يومية العملية لا يكون هناك فرق، ولكن عندما تنتقل مثلا تنتقل الرئاسة إلى المعارضة ربما تتغير كل شيء، لأن نظرتهم إلى الشرق الأوسط، نظرتهم إلى العالم مختلف أما ينظره رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ولكن نظام كنظام لا يختلف كثيرا، لأن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان كان يمارس هذا المهام فعليا منذ سنة سنتين، هو كان مثلا بن علي يلدرم كان رئيسا للوزراء، ولكن مع ذلك كان رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان هو الذي كان يدير ملفات تركيا خاصة الخارجية. إذن لا يكون هناك تغيرات جذرية عندما تصبح تركيا تصبح نظام تركيا نظام رئاسي، لأن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يستمر في دربه، يستمر في عمله، ولكن إذا انتقلت الرئاسة إلى الشعب الجمهوري أو إلى المعارضة في هذه الحالة سيكون هناك تغيرات في رؤية تركيا تجاه الشرق الأوسط وتجاه العالم أجمع. نعم أستاذ مصطفى، أخيرا في السؤال الأخير، ما هي توقعاتك لنتائج انتخابات اليوم سواء كانت الرئاسية أو البرلمانية؟ والله طبعا ليس لي يعني تخمينات، ولكن هناك خبراء أو مراقبون يرون أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى أو في الجولة الإيادة هو الذي سيكسب رئاسة الجمهورية. طبعا هناك تفاعل في صفوف حزب العدالة والتنمية أن يكون أن تكون الجولة الأولى جولة الحسم وجولة انتصار بالنسبة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ولكن بعض الخبراء يرون ربما تنتقل إلى الجولة الثانية أو جولة الإيادة، ولكن بالنسبة لبرلمان أو انتخابات التشريعية إذا يخوض طبعا يحرز حزب الشعوبي الديمقراطي ويتجاوز عتبة الانتخابية 10% في هذه الحالة ربما ستكون أغلبية في البرلمان الجديد القادم على من نصيب المعارضة. في هذه الحالة ربما يحدث هناك إشكالات بين رئيس الجمهورية بين الرئاسة والبرلمان، ولكن كما ذكرت سابقا أن المعارضة مشتتة فيما بينها لا يستطيع أن يجمع نفسها أو يتجمع على صعيد واحد أو تتجمع على صعيد واحد. إذن يعني أعتقد أن رئاسة الوزراء مضمونة بالنسبة لرئيس الجمهورية، ولكن هناك احتمال لفوز المعارضة في المجلس القادم. الكاتب السياسي التركي الأستاذ مصطفى أوزجان كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.